إيلون ماسك متهم بالتناقض ونازلة ضده انتقادات كبيرة، والسبب حرية التعبير وموقفه منها. فمن أول ما اشترى ماسك تويتر قال إنه رح تكون المنصة المفضلة لحرية التعبير، وقال إنه رح يعزز من قدرة مستخدمي تويتر على التعبير بحرية، وقال إنه تويتر مو ممكن يستجيب للحكومات في طلبات الرقابة إلا لو رفعوا عليهم المسدسات. لا، وكمان وصف نفسه بالداعم لحرية التعبير المطلقة. لكن اليوم يبدو الوضع تغير والشواهد كثيرة. أولها إحصائيات من كم يوم نشرتها صحيفة أسبانية قالت إنه تويتر استجاب ل 83% من طلبات الرقابة لحكومات استبدادية مثل ما وصفتها الصحيفة. طيب إيش يعني هذا الكلام؟ يعني تويتر استجاب لطلبات حكومات بحذف تغريدات ومحتوى مو عاجبها أو بيتعارض مع قوانينها وسياستها، وأحدثها كان حذف عدد من الحسابات اللي بتتعارض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين من الانتخابات بناء على طلب الحكومة التركية. وفي أمثلة ثانية أعطتها الصحيفة من الهند كمان، وهذا التقرير طبعا حط إيلون ماسك في مرمى الانتقادات. لكن الشاهد يعني الأدهى والأمر على تغير موقف ماسك هو كلام طلع منه هو شخصيا. فالشهر الماضي ماسك كان طلع في مقابلة على بي بي سي ونسأل لو تويتر حذف فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي من تويتر. ماسك رد وقال إنه مو متأكد إيش صار في هذا الفيلم تحديدا، لكن عموما الهند قوانينها صارمة جدا بخصوص ما يعرض على المنصات، وقال إنه لما ينحط في موقف بينفذ القوانين وبيحذف المواد وبينفذ الرقابة أو ينسجنوا موظفينه، فأكيد رح يستجيب للرقابة وأنه ما عنده خيار. ولما طلعت من كم يوم الدراسة اللي تكلمنا عنها في البداية، يعني في صحفي في بلومبرغ أعاد نشرها ومعها علق بجملة ماسك الشهيرة السابقة: أنا مع حرية التعبير المطلقة. ماسك هنا رد على الصحفي وقال له: أنت غبي، وريني فين كان عندنا خيار نعمل شيء تاني وما عملناه.